التقطع منطقة الحشان. كما ترون في الصورة أمامكم تعرف أن هذا التقطع في منطقة الحشان. الكذب الذي يروجه بعض الإعلام المغرض بأن منطقة بوسفانة تحت سيطرة يسمى بجيش القبائل. معنا أخي طارق الأسود واحد المقاتلين الجبهات يحدثنا عن التطورات. أخي طارق، يروج البعض بأن الانسحاب الذي جرى من الهزيمة إنما هو هزيمة تتبع هزيمة حرب الفيل، أو كما يروجه أن المحور هنا يتخفى من وراء. هل هذه الإشاعات وهل هذا السلام عليكم أستاذ السلام النبي الله. طبعا انا بنقول حاجه واحده، ان احنا لما درنا الاردن بيناتهم منا اخوان ليهم اللي بهم كف الدماء، ولكن هم خلونا في دي الزاويه ورضينا بعدنا بلدنا ثاني، وخلونا ليله البارحه في ما بين الغيزيه وحوش الستين، وهم الان يطلعونا في قنواتهم المغرضه بان هم في الحشان وفي السيمافر والاشاره الضوئيه ومسيطرين على البوابه 27. ونحن بنقول ان هذا كله كذب، لا يوجد من هذا الكلام. وهذا سيمافر الحشان تنشئ به قوات فجر ليبيا، وهذه المدرسه معروفه ان هي للحشان وهو تغاطى حشان، ويوجد كذلك ان فيه قوات متقدمه جدا 2 كيلو 3 كيلو للحشان، وهي تعتبر قوات فجر ليبيا، وليس كما يقولون هم انهم موجودين حاليا في 27. هذه الحشان آمنة مستقرة، يوجدون بها قوات فجر ليبيا لحفظ السلام ولحفظ الأهل، وتوجد السكان بها ويوجد بها كل الأمن والأمان، وهذا كله فضل الله ولله الحمد والله أكبر. أخوي طارق، الإشاعات تروج اليوم بأن هناك خلافات بين الثوار فيما بينهم وكذا، هل هذه صحيحة وهي المغرضة والغرض منها الشق الصحيح؟ لا والله لله الحمد، احنا ثوار يد واحده وقوت واحدين والحمد لله، وهم يقولون لنا الكلام هذا انه باش يشقوا صفنا، واحنا عندنا ايمان بالله ان شاء الله. والثوار اول ما سمعوا ان اختلفوا امس وخانونا ثاني في ما بين العزيه والحس 60، بدوا يتجمعوا الثوار من اجل حفظ الامان في منطقه ورشفانا ومن اجل اهلنا في ورشفانا وفي ليبيا جميعا، ونحن جايين هنا لنصرة الحق، وليس مثل ما يقولون هم نحن ارهابيين. احنا جايين من نص الحق، وليس كما يقولون ان احنا نضرب الطير. هو حفتر بتاعهم هذا اللي يعبدون فيه، يضرب الطائره في النساء والاطفال والعزز، وباذن الله منصورين ان شاء الله. وهذه اخر كلام نقول، باذن الله النصر قريب، ونحن بنبغي لنكم الدماء، ولكن هم خانونا مرتين في الحرف التي في الزاوية ولاية البارحة بين العزية والحوش 60. الله أكبر. الحمد لله، الساعة الثالثة الآن، كما ترون أن منطقة الحشان أمامكم بإذن الله آمنة بفضل ثوارنا الأبطال. ياخذنا أخونا طارق في جولة هنا في المنطقة لتوثيق ما الباب الأمني، والحمد لله طبعا لظروف أمنية، وتعرف من الظروف الأمنية أن الثوار الآن الحمد لله بالمئات يتوافدوا لرد المنطقة إلى حضن الدولة الليبية وإلى هنا في القتال مع اخواننا يحدثنا عن الاوضاع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نحن الان مرابطين في محور الحشان، نعم عدنا من جديد الى هذا المحور، لكن بفضل الله عز وجل وبفضل جهد الشباب استطعنا ان نتمركز من جديد، وتجمع شباب من ثوار الزاويه ثوار جنزور، واستطعنا بفضل من عند الله عز وجل ان نكون يعني في الصفوف الاوليه للدفاع عن هذه الارض ولمكافحه هؤلاء المندسين وهؤلاء الحرابه مقطعين الطرق. وهي نفس الفتوى باذن الله عز وجل، قاتلوهم يقاتلهم الله ويعدمهم الله بايديهم. فنحن الان والله ما نقاتلهم الا لسبيل الله عز وجل، وما نقاتلهم الا لنصره لهذا الدين، ونسال الله عليه القدير ان ينصرنا ويثبت الشباب، وان كان بيننا قتلى نسال الله يتقبلهم من الشهداء، وان كان بيننا جرحى نسال الله عليه القدير يشفيهم، والله اكبر ولله الحمد. الكل يعرف ان اليوم قتالنا مع هؤلاء انما هو قتال حرابه
والمجرمين الحرام المشهود لهم المنطقه هنا. فهل صحيح ان المتواجدين تو اللي جايين هنا هم جيش وشرطه وغيرها لما يروج الاعلام ولا ما هي؟ والله بصراحه اي جيش يا اخي بصراحه اذا كان هناك جيش فوالله هؤلاء الشباب اولى بان يكون هؤلاء يعني بذرة لهذا الجيش وأن يكونوا أول عناصر لهذا الجيش لأنهم بالفعل هم من ضحوا بأنفسهم وجسدهم ومالهم من أجل هذا الوطن. أما هؤلاء والله حتى يعني والله ربما يرتدون لباس الجيش الوطني الذي سرقوه من معسكرات من مقرات تابعة للدولة، لكنهم والله ليسوا إلا سوى شرادم والعياذ بالله، حاولوا أن يرجعوا مرة أخرى إلى هذه المدينة ليفسدوا فيها، ولكن بإذن الله وبفضل الله عز وجل هناك رجال أوفياء لهذا الوطن حماة الله ليلا ونهارا صامدين على ما أتاهم الله عز وجل به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عليه القدير أن يثبتهم على الحق بإذن الله واحدنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر تصريح إن شاء الله. كلمة الأخوة الكوار اللي توي توافدوا الحمد لله تنياد يرفع منهم المفضل. والله أول شيء يعني من فرائض الجهاد هي تجديد النية لله عز وجل، من كان نسي الله عز وجل بذكره وبتلاوة قرآنه فليذكر الله عز وجل من جديد، فليكبر الله، فما هي إلا ثورة تكبير الله عز وجل. نسأل الله عليه قدير أن يثبت الشباب، نسأل الله عليه قدير أن يجعل كلمة لا إله إلا الله دائمة على ألسنتنا وعلى أفواهنا، ونسأل الله أن نموت عليها أن يمتنا وإن حيينا، نسأل الله أن يثبتنا، ونسأل الله لنا النصر بإذن الله، نصر لأهالي الشهداء قبل أن يكون لباقي الثورة بإذن الله. الله أكبر الله أكبر والله ما أردنا إلا تطمينكم، يعني لو أخذت لقطة للشباب المتواجدون الآن في هذا المحور بالذات سترى أن هي نفس الوجوه التي صمدت أمام هؤلاء الطغاة، يعني الأمور بإذن الله أنا نبشر أنها حتكون بخير بإذن الله. نعم صار هناك بعض التخاذل من بعض الأفراد لا ينتمون لأي مدينة ولا ينتمون ولا يمثلون إلا أنفسهم، لكن بفضل الله عز وجل لازال هناك رجال والله، ولهذا نطمئن يعني أهلنا في مدينة الزاوية في المنطقة الغربية وفي أي من سكان المنطقة الساحلية أننا بإذن الله في خلال لا نقول أيام والعلم عند الله عز وجل، لكن ستكون هي مجرد لحظات، ويأتينا الله ويأيدنا بنصر من عندما دمنا نأمن بأن الله وحده لا شريك له هو من يأيدنا بنصر من عنده بإذن الله. هل هو ترتيب الصفوف إن شاء الله في معركة الحسن؟ سمعنا في معركة الحسن ثم صارت درجات في حش السكين واليوم هنا في الحسن. والله موضوع الحسم ومعركة الحسم الله أعلم، يعني أن تكون معركة حسم أو غير حسم ممكن أن تكون في لحظات، يعني نحن عندما استشهد الشيخ الجليل محمد الكامل رحمه الله بعد أن قارعنا في هذه المنطقة حوالي قرابة شهر، خلال 3 أيام تحررت المنطقة بكامل، فهذا نصر عند الله عز وجل، فنسأل الله عليه قدير أنه هو وحده من ينصرنا، وموضوع الحسم لا يرجع إلا لله عز وجل، وبالدعاء وبالتجديد النية ستكون بإذن الله لدينا قوة قادرة للحسم، وغير ذلك لن يكون لن نستطيع أن نحسم أي معركة إلا بالتكبير وبالتهليل وبالتجديد النية لله عز وجل، ونقاتل في سبيل الله عز وجل ونرفع الظلم عن عباد ولا نظلمهم. إذا أردنا أن يكون لدينا يوما يكون للحسم ويوما للنصر عند الله عز وجل يجب من أنفسنا نبدأ في أنفسنا بالثبات الثبات والصبر الصبر وإقامة الصلاة في وقتها، وأن نحافظ على روح شبابنا ولا نتهور، سيكون بإذن الله لدينا نصر وسيكون قريب بإذن الله كما وعد الله في الكتاب والسنة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فالله أكبر على من طغى وتجبر. ونحن الآن في منطقة الحشان سيمافر بالضبط، سوف نكون رمزة دم الشهداء وسوف نؤمن هذه البلاد وسوف نحارب إلى أن نموت على أن تبقى هذه البلاد آمنة وسليمة. والله أكبر ولا إله إلا الله. يحاول أخي قاسم أخذ صورة لتقدم الثوار نحو تمركزات العدو. يسار بسبعي يسار بسبعي يسار الحمد لله، ثوار الساحل يأمنون مناطقهم.
أكثر ولا أقل، ولكن تجارب مرتبطة.